الملائكة خلقت من نور كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وأخبر عز وجل أن لهم أجنحة قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ثم قال يزيد في الخلق ما يشاء من ثم فإن أجنحتهم تتفاوت من حيث العدد فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل كما في الصحيحين وله 600 جناح جاء في رواية أحمد أن الجناح يسد الأفق وأنه ينتثر من ريشه التهاويل من الدر والياقوت.